هذا المصنع يوظف حاليا 900 شخص، هذه وظائف مباشرة فقط. بالإضافة إلى هذه الوظائف عندنا وظائف أخرى غير مباشرة تفوق 10,000 وظيفة في مجالات مختلفة في مجال إنتاج الزجاج المسطح، عندكم الرمال والألمنيوم ومجالات أخرى، إذن أكثر من 10,000 وظيفة غير مباشرة فقط بالنسبة لهذا المصنع. فيتال كانت دائما وستظل في خدمة الاقتصاد الجزائري، وتم مؤخرا إطلاق مشروع لإنعاش الاقتصاد الجزائري من قبل رئيس الجمهورية ومهمة سيبيتال، وهدف سيبيتال على غرار كل الشركات الأخرى هو المساهمة في تحقيقه. هذا هو هدفنا الوحيد، هدفنا الوحيد هو المساهمة في بناء اقتصاد جزائري قوي، هدفنا الوحيد هو العمل على بناء اقتصاد نتباهى به في كل بلدان العالم.